ايه هي شركة ديكالتر؟ طبعا حضراتكم عارفين ان شركة باير اشترت شركة مونسانتو تقريبا من 5-6 سنين. شركة باير كانت شركة رائدة في المجال بتاع الكيماويات، وكان ينقصها الجزئية بتاعة البذور. في 2022 باير قدرت توصل لأول مرة لأكثر من 50 مليار يورو سيلز، وده كان نتيجة عمل دؤوب من أكثر من 100,000 موظف في 83 دولة. Bayer's leadership in agriculture provides tailored solutions for farmers to plant, grow and protect their harvests using less land, water and energy. Bayer Crop Science العالمية، Bayer Crop Science مصر، بتأكد النهاردة دعمها المستمر محصيل استراتيجية في مصر. دعمها المستمر تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغذاء. دعمها المستمر لزيادة وحدة إنتاجية المساحة بالتوسع الرأسي بإنتاجية المحصول. بتأكد دعمها المستمر لإنتاج وتوفير أفضل الحلول المتكاملة في مجال الزراعة لكل مزارعينا بالقطر المصري. احنا برضو مع باير مهتمين ان احنا نحاول نتقارب ونتكامل معهم بقدر للاستفادة في مجال الزراعة ككل من كل منتجات باير. انك تلاقي شركة بتخدمك، مالتي ناشنال، بتخدمك في كل مكان، بيركز معاك. أنا كمزارع قبل ما أكون موزع حسيت إن أنا في أمان. الحقيقة إحنا بنهني شركة باير على أصنافها الجديدة من الذرة، وإحنا يمكن نزلنا وشوفنا الإنتاجية بتاعتها حاجة متميزة جدا. لما نقول إن إحنا كنا 6.1 مليون فدان، المساحة المنزرعة أصبحت دلوقتي 9.8، دي جهود الدولة. باير كروب ساينس العالمية النهاردة في مصر بتبدأ تدشين وإطلاق أصنافها الجديدة من أصناف بذور الذرة ديكال، أصناف عالمية أثبتت تواجدها في معظم الأسواق العالمية على مستوى العالم. والله شركة باير من الشركات الرائدة عالميا في قطاع الزراعة، دائما بتوفر كل ما هو جديد في كل ما توصل إليه العلم وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا. دائما الفلاح بيحتاج كل ما هو جديد عشان يقدر يقاوم التغيرات المناخية اللي بنشهدها في مصر وفي العالم. أصناف ديكال الحقيقة هتوفر العديد من المميزات لمزارع الذرة في مصر، والآن بيتم إطلاقها من خلال شركة باير كروب ساينس. التجارب اللي احنا عملناها في مصر تحت الظروف المحلية بتقول ان احنا ممكن كمان نضاعف الإنتاج. التحديات اللي موجودة حالياً مش بس عبارة عن زيادة إنتاج، ولكن زيادة إنتاج وفي نفس الوقت المحافظة على الموارد الطبيعية في مصر.